بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل لنا نعمته ودوم فينا بركته من الان والابد امين. احنا وصلنا مع بعض في لوقا 15 لاول مثل ربنا يسوع المسيح اتكلم فيه عن التوبه، هو مثل الخروف الضال. النهارده مع المثل الثاني من اول عدد 8 اتكلمنا عن الدرهم المفقود. يقول كده هو: واي امراه لها 10 دراهم إذا أضاعت درهما واحدا ألا توجد سراقا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ طبعا من بين الناس اللي حوالين ربنا يسوع المسيح بيسمعوه في كمان ناس بسطة، ناس رعاة. احنا قلنا هو بيخاطب اليهود، الناس اللي حواليه، بيخاطب كمان الكتب والفريسيين اللي ماشيين وراه عشان يصطادوا منه أي كلمة من فمه يدينوه عليها. فزي ما ادى مثل الخروف الضال، هنا بيكلم بقى فئه تانية او الناس اللي حواليه يفهموا المثل البسيط ده. كل الامثله دي بتشاور على ايه؟ على فكره تعامل الله مع الفئات المختلفه من اولاده عشان يقودهم للتوبه. اذا كان خروف يعني انسان ليس له اراده، منقاد كده هو، ان ربنا يجري عليه ويجيبه. اذا كان درهم مفقود، وهنا هيكلم بقى عن دور الكنيسة، الامرأة هنا هتشاور على الكنيسة. فيقول كده هو ان من طبيعة اي واحدة لو معها 10 دراهم، 10 دراهم دي زمان كانت تعتبر زي ايه؟ عطية خاصة لأي إنسانة تبدأ ترتبط، بيدوها عطية خاصة كده 10 دراهم، زي الشبكة يعني، خدين بالنا. فليها مكانة خاصة عندها، لما أي حاجة تروح في أي مكان تعمل ايه؟ تقلب البيت كله عشان تدور عليها وتطلعها. وهنا هو عاوز يشاور على ايه؟ على قيمة النفس الواحدة. الدرهم هيفرق ايه من وسط 10؟ لا، ده ليه قيمة غالية قوي، قيمة النفس الواحدة. عشان كده هو يتأملوا الآباء، يقول لك 10 دي إشارة دايما للكمال، 10 أو 1000 إشارة للسماء، و10 كمان يشير إلى الكمال. بابا غريغوريوس الكبير يقول كده هو، يقول لك 10 دي كأن ربنا بيتكلم عن الخليقة بتاعته كلها، الخليقة السماوية. إيه الخليقة السماوية بتاعته كلها؟ قال لك 9 دول هم الملائكة، والعشرة ده اللي هو إيه؟ الإنسان اللي هو آدم اللي ضل زمان وربنا نزل عشان إيه؟ يفتش ويدور عليه ويرجعه ليه مرة تانية، ويبدأ يصلح للخطية عملته في آدم عشان يرجعه مرة تانية للفردوس. فامرأة هنا بيشير بقى إلى دور الكنيسة، زي ما اتكلم في الأول خالص عن دور الأب أو الراعي اللي جري عشان يدور على الخروف اللي ضال، دلوقتي بيتكلم على دور الكنيسة. فالنفس المرأة دي تشير للكنيسة، زي ما في مثل في معجزة ابن أرملة التنين قول: فدفعه إلى أمه. دفعه إلى أمه دي مين؟ الكنيسة، هي اللي تقوده بعد كده وتغذيه وترجعه مرة تانية، تقومه من الموت مرة تانية. في نفس الوقت برضو المرأة تشير إلى النفس البشرية اللي هو كل واحد فينا. إذا ضاع منه درهم، درهم هنا بقى مقصود بيها إيه؟ يعني فتش ودور على إيه الحاجة اللي ضايعة منك. فتش ودور على إيه الحاجة اللي ضايعة منك. ممكن واحد يبقى ضايع منه سلامه، فقد سلامه كتير قوي. واحد محبة عنده قليلة، ضايعة منه المحبة. واحد إيمانه ضعيف، واحد عطاؤه قاصر قوي. فتش على إيه هو الدرهم المفقود في حياتك ودور عليه، ولا تهدأ حتى تجده. زي ما قال هنا هو إيه؟ تفتش باجتهاد حتى تجده. وطبعا كلمة حتى تجده دي كلمة إيه؟ مليانة رجاء، ما بنبطلش أبدا. وهكذا الكنيسة عمرها دايما ما تفقد رجاءها في أي إنسان بعيد عنها أو بعيد عن ربنا. تفضل طول الوقت تدور على أي إنسان عشان تشده تاني وترجعه للكنيسة. ساعات نقول الكنيسة مقصرة كتير، ما بتسألش عن الناس، ما بتتقدش مع الناس البعيدة وغيره وغيره. هقول لك لا، الدنيا شغالة كويس قوي والناس بتفتقد على قد ما تقدر. ولكن هيجي المثل اللي بعد كده، الابن الايه الضال، او خدين بالنا، هيقول لك ان الانسان كمان هو ليه دور في خلاص نفسه. الانسان كمان هو ليه دور في خلاص نفسه. فهنا بيقول بقى ان هي تيجي تفتش وتطلع ايه؟ وتطلع الدرهم ده فين؟ يعني تاخد سراج، تبدأ تدور باجتهاد عشان تطلع هذا الدرهم المفقود.
كمان لما يقول له عشرة كده هو تشاور إلى إيه؟ كلمة عشرة كمان تفكرنا بإيه؟ الوصايا إيه؟ الوصايا العشر. فيقول لك كمان إن هناك مسؤولية كبيرة قوي على المرأة إن هي تحافظ على هذه الوصايا العشر. المرأة اللي هي إيه؟ كنيسة، تحافظ على هذه الوصايا والتعليم الأيمان السليم عشان توصله لأولادها. يبقى فبالتالي الإنسان اللي رافض يسمع التعليم دي بيتوه، الرافض يسمع التعليم دي بيتوه. زي ما زمان كان في مسؤولية على موسى اللي استلم الوصايا إن هو يخرج الشعب من أرض مصر. طيب الشعب عاوز يستجيب ويخرج من أرض مصر، في معطلات في السكة، ربنا يبعت إيه؟ ضربات عشر، لأنه يتمسك أن شعبه يجي تاني ويعيش معاه ويعبده ويعيش بالوصية. يقول له كمان أن العشر دراهم دي كمان، يقول لك الدرهم دايما الدرهم موجود عليه إيه؟ العملة موجود عليها إيه؟ صورة الملك، صورة الملك. فيقول لك أن الدرهم دون عليها صورة الملك السماوي، مش قيصر بقى يعني، هو هنا بيتكلم عن مثل ما بين ربنا وبين النفس البشرية. فيقول لك ضياع أي درهم معناها أن الدرهم يفقد قيمته، يفقد الصورة اللي موجودة عليه، زي أي إنسان يمشي في أي طريق بعيد فيفقد صورة المسيح اللي خلقه عليها. وهكذا الله يعمل إيه بقى؟ ينزل بنفسه. عشان كده يقول إيه؟ ألا توجد سراجا وتبدأ تدور عليه حتى تجده. مين السراج ده؟ سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مين السراج؟ السراج المنير المسيح. فيقولوا كمان الآباء، يقول لك توجد سراجا دي معناها إيه؟ معناها أن المسيح ينزل بنفسه يتجسد من أجل أن يفتش على هذا الدرهم المفقود أو الإنسان المفقود أو الإنسان اللي ضاع، الخليقة التي فسدت بسبب الخطية، عشان يعمل إيه؟ عشان يرجعها مرة تانية ويسيب للكنيسة ذخيرة إن هي تكمل هذه المسيرة وراه وتبدأ تدور على كل واحد عشان إيه؟ تشبعه بالمسيح. فبالتالي لما يمشي في نور الوصية في العشر دراهم أو العشر وصايا، بالتالي إيه؟ ما يضيعش، اللي هي كلمة ربنا. تكنس البيت معناها إيه؟ تفضل باستمرار تدور عليه، يعني طول الوقت عمال ربنا يزق فينا ويبكت فينا بالروح القدس عشان إيه؟ نرجع تاني ليه، نرجع تاني ليه. فتكنس البيت دي إشارة للكنيسة عمالة دايما تتكلم عن أهم هدف وأهم رسالة، وهي إيه؟ توبة، لأنها قد اقترب ملكوت السماوات، رسالة التوبة. وكمان تكنس البيت معناها إيه؟ معناها تقدم التعليم السليم عشان الإنسان يرجع تاني، يفوق لنفسه ويرجع. تفتش باجتهاد، تفضل تدور باستمرار. هكذا الإنسان اللي ربنا يسمح له بعمل جوه خدمة يفضل طول الوقت عمال يدور إيه؟ يمشي كده يدور على أي حد بعيد يشده للكنيسة، عشان لو سابه هيتوه في متاهة الحياة، ممكن يغرق في متاهة الدنيا. ونفس الحكاية شغلانة الكنيسة وشغلانة أبونا دايما يعمل إيه؟ يفتح باب الرجاء ويقول له تعالى لسه ليك مكان غالي في الكنيسة، ويقدم ليه كمان إيه؟ يقول له طب اللي فات ده كله هنعمل إيه؟ قال له هنقفل صفحة ونفتح صفحة جديدة، ربنا هيغفر لك كل اللي فات، يلا بينا نبدأ صفحة جديدة مع ربنا. إذا وجدته، طب بقى المرأة دورت عليه أو الكنيسة لقيت هذا الدرهم مفقود أو الإنسان الضائع، يعمل إيه؟ إذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. طبعا تدعو الجارات والصديقات والجارات، مين بقى؟ مين الصديقات والجارات؟ مين بقية العشر دراهم دول؟ الملائكة والطغمات السمائية والقديسين. تقول لهم تعالوا افرحي معي لأني وجدت إيه؟ هذا الدرهم المفقود. فالكنيسة تعمل كده، تقول تعالوا هذا الإنسان رجع مرة تانية فين؟ إلى حضن أبوه، أو رجع تاني الضم للعشرة الدراهم لبقية الدراهم الموجودة، فأصبح هذا الإنسان في صورة الملك تاني، صورة المسيح مرة أخرى. إزاي؟ عارفين زي ما علمنا بولس قال كده هون في غلاطية 4، يا أولاد الذين أتمخض بهم إلى أن يظهر صورة المسيح فيهم،
هكذا الكنيسة تفضل باستمرار عمالة تطلع فينا صورة المسيح اللي الدنيا عمالة إيه؟ عمالة تشوه الصورة دي موجودة فينا. عشان كده يقول تعالوا افرحوا معايا. فالكنيسة المنتصرة اللي في السماء تقول لهم تعالوا بقى، أقول لهم تعالوا افرحوا معانا إننا وجدنا إيه؟ هذا الدرهم المفقود. وهنا ربنا بيشاور على حاجة مهمة قوي، إزاي إن أكتر حاجة تفرح قلب ربنا إن إنسان يرد تاني مرة أخرى إلى الفردوس، زي ما نقول كده في التسبيحة رد آدم مرة أخرى إلى الفردوس، رجعه مرة تانية للفردوس. الحتة دي تلاقونا كده يعني تأمل كده بسيط، يعني لما ربنا ينزل بدورة الشرية في البخور في الكنيسة، لو ربنا ينزل كده لحد صحن الكنيسة وراه ويعمل صليب بخور بالشرية، فهنا هنا ساعتها يقول قصة الخلاص كده في لحظة، يقول يسوع المسيح هو أمس واليوم إلى أبد. وبعدين لما يبص ناحية باب الكنيسة يقول فتح باب الفردوس ورد آدم مرة أخرى. نبنى فمعناه ان بيقول له يا رب باب الكنيسه ده وان يفكرنا بالسماء، فاي انسان يدخل ليه كانك عملت يا رب رديته مره اخرى تاني الى ايه؟ الى الفردوس. افرحنا معي، لان الفرح المسيحي هو فرح ايه؟ حلو قوي، مش اناني، واحد ما يعرفش يفرح لوحده. تخيلوا كده، تلكوا مره لو واحد عمل عيد ميلاد وهو بس اللي موجود فيه هيفرح ازاي؟ لازم يكون في ايه؟ في مشاركه. هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. وجدت الدرهم الذي أضعته، معنى أن الكنيسة بتقول أنا برضو ليا مسؤولية، الذي أضعته. لنبنى المرأة بتقول كده، الكنيسة بتقول كده. فالكنيسة عمرها ما تتخلى أبدا عن مسؤولية كل إنسان، حتى لو الإنسان ده ضل، وحتى لو الإنسان ده فضل بعيد، تفضل الكنيسة طول الوقت عمالة تفتش بكل الطرق، عمالة تفتش بكل الطرق. عشان إيه؟ عشان ترجع هذا الدرهم المفقود مرة أخرى. فإحنا كل اللي إحنا بنعمله إيه؟ إن إحنا بنفرح السماء بكل عمل حلو بنعمله. عارفين في أسبوع الآلام، أعتقد يوم اثنين البسخة الصبح كده في باكر اثنين البسخة، يقول كده هو في عظة مذكورة للأنبا شنودة رئيس المتوحدين، يقول فيها إيه؟ قل يا إخوة، إن كنا نريد الآن أن نفلت من يدي عقاب الله ونجد رحمة أمامه، فلنجلس بالعشاء كل يوم منفردين وحدنا عند كمال النهار. طب هنقعد نعمل إيه؟ نفتش ذواتنا عما قدمنا للملاك الذي يخدمنا الملازم ليصعد إيه؟ ليصعده أمام الرب. يعني يقول كل واحد فينا عنده ملاك الحارس، فالملاك الحارس عمال يعمل ايه؟ عمال يدور كل يوم ايه العمل اللي انت بتعمله، بتفتش وتدور على الدرهم المفقود سواء فيك او في اللي حواليك، عشان ايه؟ ترجع بيه تاني للسماء. والملاك عمال يعمل ايه؟ ياخد الاعمال دي ويطلعها فين؟ للسماء مره تانية. يقول تاني كده هو اذا انقضى الليل وطلع النهار واشرق النور، السراج اشرق النور، نفتش ذواتنا وحدنا ونعلم ما الذي قدمناه للملاك الموكل بنا ليصعده الى الله. كل شويه عاملين نفتش ونطلع ايه اللي انا عايز اخده عشان اقدمه للملاك يطلعه قدام ربنا، لان الله جعل له ملاكا موكلا به الى يوم وفاته ليصعد اليه كل يوم باعمال الانسان الموكل بها الليليه والنهاريه الى اخره. يعني يقول ان كل واحد معاه ملاك عمال يعمل ايه؟ عمال يدون هذه الاعمال، التفتيش اللي انت عمال تطلعه وتوضع وتطلع منه هذا الدرهم المفقود. طبعا لا يكتفي ربنا ان هو يشاور بس على كده، لكن يقول لك كمان ساعات لما تشوف انسان في شيء غلط، احيانا بنعمل ايه؟ بنوجهه، او احيانا بنعنفه، احيانا قال لك بعدها على طول لازم تعمل ايه؟ لازم تاخده في حضنك، افرحه معي، تاخده مره تانية وتقدم ليه محبه لالا يبتلع من ايه؟ من الحزن، زي ما عمل معلمنا بولس مثلا مع خاطي كورنثوس. يعني خاطئ كورنثوس ده كانت خطيه صعبه قوي، انسان له علاقه خاطئه مع امراه ابي، والكنيسه ساكته، وانسان داخل خارج عادي محدش واخد في موقف. راح معلمنا بولس قال لهم هذا الانسان يحرم، يسلم للشيطان لهلاك الجسد. طب ده ايه ده؟ حكم قاسي قوي. قال لعله يفوق.
أول لما جاله خبر أن الإنسان ده بدأ يتوب ويرجع ويخش كده في الكنيسة من وراء يصلي ما يتناولش يقبل هذه العقوبة، بعت الرسالة الثانية لهم اقبلوه لألا إيه يبتلع من الحزن، لا على طول نقبل هذا الإنسان مرة تانية ونرجعه تاني لحضن الكنيسة مرة أخرى. يبقى كده ثلاث أمثلة للتوبة. الأولاني اتكلم فيه عن دور ربنا في التوبة، جري للخروف الضال. الثاني اتكلم عن دورنا إحنا كمان الكنيسة إن هي تروح تدور على هذا الدرهم المفقود. أما الثالث بقى اللي هنتكلم فيه دلوقتي يتكلم فيه عن دور الابن نفسه في الرجوع للتوبة ودوره في خلاص نفسه. والثلاثة ربنا بيشاور فيهم على ثلاث حاجات مهمة قوي. أول حاجة دور ربنا في التوبة، ربنا بيعمل إيه؟ لا بيجري يدور على خروف الضال، مش هيسكت. تاني حاجة ربنا عمال يشاور على دورنا إحنا كمان في خلاصنا، أو دور الكنيسة في خلاصنا، عمالة تجري تدور على الدرهم المفقود. ثالث حاجة عمال يشاور على مين بقى؟ على الناس اللي شايفين نفسهم كويسين وحلوين وبعاد، قال لك لا دول لازم يفوقوا من كبريائهم عشان يرجعوا مرة تانية، زي ما هنشوف في مثل الابن الضال دلوقتي. وقال إنسانا كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال، فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى قرى بعيدة وهناك بذر ما له بعيش مسرف. المثل ده طبعا من أشهر أمثال المسيح، طبعا أشهر أمثال إنجيل لوقا، عن محبة الله الغير عادية الفياضة جدا للخطاة وعطاياه لكل واحد أول لما يتوب ويرجع. شوف ربنا بيعمل إيه معاه أول لما يرجع. ابن أصغر وابن أكبر، مين هو الابن الصغير مين هو الابن الكبير؟ طبعا زي ما قلنا ربنا بيكلم كل الجموع، فيهم يهود فيهم كتبة فيهم فريسيين فيهم ناس بسطة كمان موجودين. فيقول كده يقولوا كده الآباء، يقول لك الابن الأصغر ده يشير إلى الأمم ويشير إلى الناس اللي هم شايفين فعلا نفسهم وحشين خطاء، زي ما يرجع لنفسه بعد كده ويرجع لأبوه. وكمان الناس اللي شايفين نفسهم خطاء أول لما يتقابلوا مع المسيح أو مع نفسهم ويرجعوا لنفسهم زي ما عمل هذا الابن إيه، يقوموا يبدأوا يرجعوا تاني ربنا مرة تانية زي العشرين، زي متى العشر، ما هو يهودي هو وعارف أنه وحش وقال له إيه أنا غير مستحق أن تدخل سقف بيتي، وإن كنت وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف وهكذا. لبنى أما الابن الأكبر وهو ده مشكلة لوحده هنجيله لها في الآخر، يعني ده يشير إلى مين بقى؟ إلى اليهود أو الكتبة والفريسيين، الناس اللي حاسين بنفسهم قوي المتكبرين اللي هم شايفين نفسهم إحنا حلوين قوي كده، إحنا بنعمل كل حاجة، ربنا عاوز مننا إيه تاني؟ زي الكتبة والفريسيين وغيره شايفين نفسهم إن هم بيطبقوا كل حاجة في حياتهم صح. ودول المشكلة كبيرة قوي لأن هم موجودين جوه بيت أبوهم لكنهم غير متمتعين بكل عطايا أبوهم اللي بيديها لهم، زي ما هنيجي في الآخر مع هذا الابن الأكبر. أما الأب هو مين بقى؟ ربنا طبعا هو بطل القصة كلها، يعني هو ربنا المحب المتضع اللي بيحتمل لأجلنا ما يمكن ما لا يمكن أن نتخيله، زي ما هنشوف دلوقتي إزاي. تخيلوا كده الابن قال له أعطني القسم الذي يصيبني من المال، يعني إيه؟ يعني قال له أنت طولت قوي، أنت عايش بقالك فترة طويلة قوي، هستنى إمتى على ما أورث يعني؟ هي كده ببساطة يعني، قال له أعطني القسم الذي يخصني من المال، مش أنت بعد كده هتبقي فلوس دي؟ طب خلاص بقى أنت كبرت خلاص إركن بقى شوية واديني بقى حقي خليني أتمتع بيه شوية. طبعا كلمة إيه؟ في منتهى الإهانة إلى هذا الأب، وكأنه بيقول له بقى روح موت، آسف في التعبير يعني. وربنا قال له حاضر أنا هموت عشانك، أنا في الآخر هموت عشانك. في التمرد اللي عمله هذا الابن وما يستنيش لحد لما يعني أبوه يموت عشانه، معناها ببساطة إن الواحد بيهمل اللي ربنا عمال يديهوله. زي واحد يقول لك الكنيسة موجودة طول الوقت، يعني حد من الآباء بيحكي لنا مرة لما كان في الشغل فسافر تبع شغله بره في أحد بلاد أوروبا، يعني تبع الشغل كده كام يوم، فقال شفت كنيسة قلت أخش أقول أنا الذي
زي ما انا متعود يوم الاحد اصلي، بس طبعا مش هينفع اصلي في الكنيسه، قلت بس اقول ابانا لازم امشي يعني. فبيقول لنا دخلت الكنيسه فلقيت ما فيهاش حد غير 2-3 كبار في السن قوي، الكلام ده يمكن من اكتر من 25 او 30 سنه، شوف من امتى. وبعدين واحده شافته على باب الكنيسه قالت له انت مالك حبيبي انت تعبان؟ لا لا انا كويس. ايوه عندك مرض؟ عندك كانسر؟ عندك حاجه؟ لا لا كويس. طب ايه اللي جابك هنا حبيبي؟ بتقول له ايه اللي جابك الكنيسه؟ فاستغرب قال لها عادي يعني جيت اصلي وامشي يعني. قلت لا يا حبيبي روح اتمتع بالدنيا ولما تبقى كبير كده زينا بقى تعالى. شوفوا قد ايه يعني الدنيا دي موجوده عشان تتمتع بيها، في حين ربنا اعطانا كل شيء بغنى للتمتع مين؟ بيه هو، مش بالحاجه اللي هو مديها لنا وننسى ربنا نفسه. فبالتالي الانسان اللي مش فاهم ان الكنيسه دي معموله عشانه مش عشان حد تاني. بيت أبوه ده معمول عشان مين؟ عشانه هو مش عشان أي حاجة أخرى. أما الأب فالأب الحقيقة برضه طيب جدا وعادل جدا، فيقول إيه؟ فقسم لهما معيشته. يعني إيه؟ أول حاجة قسم بالعدل ما بين الاتنين، ما ظلمش حد. نمرة 2 قال له حاضر عاوزني أموت اعتبرني موت أو هموت عشانك. نبنى فبما إني هموت عشانك هموت عشان أنت إيه؟ عشان أنت تعيش. هموت عشان انت تعيش. هكذا الله بالرغم من صعوبة هذا الطلب ربنا لا يبخل أبدا على ولاده، زي ما احنا كل يوم الصبح نقول له ايه يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. الأبرار والأشرار مين الأشرار دول؟ اللي بيعتبر ربنا ميت، مفيش حاجة اسمها ربنا. ادينا سامعين اهو في القصص والاولمبياد والهيصه اللي واخده الحيز اليمين دول والتريقه على الايمان المسيحي وعلى اقدس شيء سر الافخارستيه اللي بيربطنا ويثبتنا في المسيح. شوفوا قد ايه، شوفوا قمه الاهانه اللي ربنا يسوع المسيح يحتملها عشاننا. بالرغم من كده يجي كل يوم يشرق شمسه على الابرار والاشرار ويعطي عطايا للصالحين والطالحين. لكن ربنا بالرغم من كل ده لا يفرض نفسه او لا يفرض علينا ان احنا نحبه غصبا عننا. لا يفرض نفسه ابدا علينا، لا يفرض حكمه وسيادته على حريتنا، بل اعطانا الحريه الكامله. اعطانا الحريه الكامله. مش كده لما يجي واحد يقول لك طب ربنا خلي ادم يخطئ ليه؟ ربنا ما خلوش يخطئ، بس ربنا اداله ايه؟ كامل الحريه. بالرغم ان هو غلط قال له طب انا هصلح الغلط بتاعك، ونزل واتجسد عشان يفدي ادم وبنيه. وبعد ايام ليست بكثيره جمع الابن الاصغر كل شيء وسافر الى قرى بعيده. لقى موضوع الخروج مع اصحابه كده كل يوم وبتاع برضه حاسس ان هو متكتف، مع ان ابوه سايب له ايه؟ الحريه. في اكتر من كده ان يديله كل ما يخصه في حياته. فبالتالي حتى وجوده مع أبوه حس إن هو قاعد متكتف. ليه قاعد متكتف؟ لأن علاقته مع أبوه هي علاقة إيه؟ مادية بحتة، هات خد. مفيش علاقة حب موجود، مفيش علاقة حب موجود. إحنا كمان أحيانًا نتعامل مع ربنا بالشكل ده، سامحوني يعني. يعني لا أطلب حاجات من ربنا، لو ربنا ما عملش اللي أنا عاوزه أعمل إيه؟ خصمه. أخصم، مع ان ربنا مديني كتير قوي، مديني كتير قوي، الا ان انا مش شايف العطايا الحلوه اللي مديهاني وقاعد جوه بيت ابويا مش حاسس ان هو بيديني كل شيء. طب نعمل ايه عشان نقطعه؟ ده بقى الشيطان عاوزه. يقول لك وذهب الى قرى بعيده، بس امتى بقى؟ يقول لك بعد ايام ليست بقليله. يعني الشيطان يعمل ايه؟ يبدا بايه؟ بطرف خيط كده، بفكره. وبعد أيام ليست بقليلة يعمل إيه؟ يتدرج بالإنسان في الخطية إلى أن يصل إلى إيه؟ يفصله تماما عن ربنا، عشان يبقى الرجوع صعب. كل ما يسافر أو يبعد فترة طويلة قوي يبقى الرجوع إيه؟ صعب. كرة بعيدة معناها إيه؟ أنانية زايدة، أنا مش عاوز حاجة غير إيه؟ غير نفسي، غير متعتي أنا بس. هكذا الإنسان لما يتغافل عن شيء صغير أو خطية صغيرة ويستهين بيها ما يعرفش دي ممكن تقوده الى ايه بعد كده. تخيلوا يعني زمان ربنا لما ربنا يسوع قال لنا في العزة على الجبل قال لهم سمعتم انه قيل مثلا ايه كل من قتل يكون مستوجب. القتل دي خطيه ايه؟ كبيره قوي.
لو أما أنا فأقول كل من غضب على أخيه باطلا، أصل القتل ده أساسه إيه؟ غضب. الزنا أساسه إيه؟ نظرة. وهكذا إذا استهنت بالشيء الصغير ده مش عارف ممكن يقودك لفين بعد كده. يقول عن أحد الآباء في مرة كان ماشي مع مجموعة من ولاده، فهم ماشيين جه لواحد من الآباء اللي حواليه أولاده قال له روح يا ابونا لو سمحت اخلع لي الشجرة الصغيرة دي. كانت شجرة صغيرة على الطريق، فابونا راح مسك الشجرة مد إيده خلعها، لسه نبتة صغيرة. بعد ما مشي شوية في شجرة ثانية أكبر شوية، قال له روح يا ابونا اخلع لي الشجرة دي. فقال له حاضر حسب الطاعة يعني. راح مسك الشجرة لقاها تقيلة شوية، هزها كده طلعت في إيده. بعد شوية مشي لقى نخلة، قال له ابونا اخلع لي النخلة دي. فأبونا قال له حاضر. راح أبونا يزق في النخلة، يزق في مين؟ فقال له طب ممكن الآباء يساعدوني؟ قال له قال لهم روحوا ساعدوه. قعدوا يساعدوه يهزوا في النخلة، طبعا النخلة تقيلة تتخلع ما اتخلعتش. فقالوا له مش عارفين يا أبانا، مش عارفين نخلع النخلة. قال لهم هكذا الخطية، في بدايتها تكون سهلة الاقتلاع من الفكر أو النفس من جوه، ينفع تطلعها. كل ما تصبر عليها تبقى تقيلة، تاخد صعوبة. طب لما تتقل قوي يكون لها جدر جامد قوي في قلب الإنسان، يعني خروجها هيكون إيه؟ صعب، مش مستحيلة، مفيش حاجة مستحيلة، لا يوجد شيء غير مستطاع لدى الله، ولكن هتبقى مرهقة جدا عشان الإنسان إيه؟ يطلع هذه الخطية مرة تانية. هكذا الشيطان عمل كده. بعد أيام ليست بقليلة بذر ماله بعيش مسرف. إيه المال اللي عنده؟ هو ربنا أدنى إيه؟ أدنى إمكانيات كثيرة قوي، إدى لكل واحد فينا إمكانيات. إيه ما يخصني من المال، يعني من المعيشة؟ ربنا مديني حاجات كثيرة قوي، فالأب مديني إمكانيات كثيرة، ولكن هذه الإمكانيات للأسف بستخدمها بشكل إيه؟ غلط. بذر معيشته. ربنا مديني فكر، في واحد ممكن ربنا مديله نعمة أو حكمة التدبير، فيبقى إيه؟ عمال يدبر قوي وينسى دي، ويخش في حتة بخل واكتفاء وأنانية وذات، مع أن ربنا مديها له عشان إيه؟ يستثمرها لصالح الملكوت ولصالح الأبدية. واحد تاني ربنا مدينا كلنا محبة، محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، بس المحبة دي للأسف إيه؟ واحد يقفل المحبة دي على نفسه يكون أناني قوي، أو يحب نفسه بس، يحب بيته بس، وينسى الناس اللي حواليه. واحد تاني ربنا مديله إمكانيات تانية، المال مثلا، فيبدأ الإنسان يستعبد للمال اللي عنده، أو الشهوات يبدأ الإنسان يغرق فيها من غير ما ياخد باله، في حين ربنا مديني المحبة إيه؟ نقية. فالإمكانيات دي الواحد إيه؟ بيبذرها أحيانا بعيش مسرف. المادة في حد ذاتها ليست خطية، زي بولس بتاع النهاردة لما يقول إن محبة المال أصل لكل الشرور، ما قالش المال، لأنه ممكن يستخدم إيه؟ بشكل صح. زي ما واحد يقول طب الخمر إيه بقى يقول لنا الخمر غلط؟ يقول لك تعالى بص كده، هو كل مادة عطية يديها لنا الحياة مش غلط، ولكن المشكلة في سوء الإيه؟ سوء الاستخدام. طب ما بيتعمل منها أدوية، وبيتعمل منها حاجات كتير، الكحول والكلام ده كله. فالمشكلة أن الإنسان بينخدع بفكرة الحرية، يقول لك ربنا مديني حرية أعمل اللي أنا عاوزه، فيبدأ الإنسان يقعد يشبع في شهوات نفسه من خلال فكرة الحرية اللي هو عايش فيها، أن ربنا مديني حرية أعمل اللي أنا عاوزه. فللأسف يعمل إيه مع الوقت؟ يبذر معيشته في عيش مسرف، فيخسر بنوته لربنا ويخسر رعاية ربنا ليه. عشان كده هو كل لما الإنسان يحاول يفتش كده زي المرأة اللي كانت بتفتش على الدرهم ده، ويطلع اللي ربنا مديهوله ده يستثمره لصالح السماء ولصالح الأبدية، كل لما الإنسان ما يعرفش يعمل زي الابن الصغير ده، بالعكس هيبقى قاعد مع كل يوم مع أبوه متمتع بكل عطية. مشكلة الابن الأصغر ده إن حب نفسه قوي أكتر مما حبيته لأبوه، وفي نفس الوقت من حبه لنفسه قوي ما بقاش يفكر غير في مين؟ غير في الأنا، في نفسه. وافتكر ان السعاده لما يخرج بره، لما يقعد يتمتع بكل حاجه ربنا مديها له. وربنا مدي لك الحاجات دي عشان ايه؟ تتمتع بيه هو، تتمتع بالعاطي مش بالعطيه. وبعدين يبذر كل ده فيبدا يسرف بدون اي وعي.
طب إيه اللي حصل بعد كده؟ يقول فلما أنفق كل شيء. طبعا ما فيش بقى حكمة، خلاص بقى الشهوة المعيشة والعيش المسرف ده يخلي الواحد إيه معهوش أي حاجة. زي واحد مرة جاي قال لي يا ابونا أنا عليا ديون قد كده، وعليا كروت فيز قد كده، وعليا وعليا وديون وحاجات عمالة تتراكم وي وي وي. قلت له طب وبعدين بتعمل إيه؟ قال لي مش عارف، كل شوية أقفل كارت وأفتح كارت وأقفل كارت وأفتح كارت، وهكذا الديون عماله تتراكم علي. ربنا رتب. سالت حد كده مره قال لي يا ابونا انا ممكن اشيل يعني لو حد لمبلغ معين ممكن نسدد له ديونه. قلت له طيب ربنا رتب اهو، بعت له حد سدد له كل ديونه، فبقت الدنيا ايه كويسه، ياخد بقى دفعه قدامه ويكمل. ما فيش شهر اتنين تلاته بدا ياخد تاني بزياده، ويجيب حاجات ملهاش لازمه في البيت وي وي وي، لحد لما ايه يستدين مره تانيه. ففضلت العجله ايه شغاله باستمرار. لما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه أحد. انغمس الابن الضال ده في كل شهواته حد لما إيه؟ حد لما صرف كل اللي معاه، ما لقاش معاه حتى اللقمة البسيطة ان هو يقدر يسند بها نفسه. طب يعمل ايه؟ حدث جوع شديد في تلك الكورة، فوجئ ان في مجاعة موجودة، ما هو مش عامل حساب الوقت اللي بعد كده، فعمل ايه؟ اضطر بقى يبدأ يدور على شغلانة. طبعا شغلانة ايه بقى؟ ده كان ابن عز يعني، لسه يقول بعد شويه كان من اجير يفضل منهم خبز عند ابي، يعني ابوي ده خيره كتير قوي، ده كان بيدي بالزوفه لكل الناس حتى الخدم، شوفوا قد ايه. فالشيء البسيط او الاحتياج الاساسي ليه كمعيشه اكل وشرب مش ايه، فيعمل ايه بقى؟ يدور على شغلانه. طبعا يصطادوا واحد من اللي بيربي خنازير، دي طبعا حاجه يعني مهينه قوي عند اليهود، لان الخنزير ده عند اليهود من الحيوانات النجسة. حتى لما ربنا فاكرين لما طلع الإنسان اللي عليه سبع شياطين وقال له اسمح لي نخش في قطيع الخنازير وجري وغيره وبتاع، طب الناس تقول لك هو ليه ربنا يسمح بكده؟ قال يقول لك عشان خاطر الخنازير دي ايه؟ دي مشكلة اللي بيربي خنازير دون بحسب شريعة العهد القديم، عشان كده ربنا كان بيحذره انت ماشي غلط بحسب الشريعة. المهم فعمل ايه بقى؟ راح للانسان بتاع اللي عنده خنازير وبدا يرعى الخنازير. طبعا عمل في منتهى الحقاره يعني شوف المستوى المتدني اللي وصل ليه. الخنازير دي معيشتها صعبه يعني، غير اللي بنشوفها بقى في الافلام بره دي وبتاع وفي الجنينه وكده، لا ده الخنازير دي بتعيش فين؟ بتعيش في اي اماكن فيها مقالب زباله وغيره، وتاكل من الزباله وريحتها هتبقى صعبه طول الوقت. حتى الانجيل يقول لك مثل الانسان الذي الكلب الذي رجع الى قيئه والخنزير الى مراغه الحمأة. يعني الخنزير ده ايه؟ لما تاخده وتحميه مهما انت حميه يطلع في نفس اللحظه يتمرمغ في الطين، هو كده ما يعرفش يعيش غير كده. فطبعا شيء مهين جدا يعني. ابتدى يحتاج ليه؟ لانه كل ما خد من الدنيا الحقيقه ما لهاش بتشبع. إلا عمله في الوقت ده كله حس إن هو مبسوط بيه ومرتاح، كل ده كان إيه؟ حاجات وقتية، لذة وقتية وشهوة وقتية تنتهي في لحظة، تنتهي في لحظة. وده اللي قال عنه سليمان الحكيم لما قال مهما اشتهته عيناي لم أمسكها عنهما. سليمان ده بقى كان إيه؟ مليان قد كده وعنده غنى كتير جدا. قال لم أمنع قلبي من كل فرح ولا لأن قلبي فرح بكل تعبي وهذا كان نصيبي في كل تعبي. وقال بقى جبت جنات وفراديس وجبت مغنيين ومغنيات وعملت هيصة، لكن وسط كل ده ما لقيتش فيه شبع. ليه؟ قال لقيتني بعمل إيه؟ كأني ألاكم الهواء، زي ما معلمنا بولس قال قبض باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح. كان واحد بيعمل كده بس بيمسك إيه؟ ولا حاجة، بيمسك هواء. فبالتالي راح لعمل صعب قوي بقى مهين ليه روحيا، وكمان ايه العمل في حد ذاته مهين جدا روحيا لان الخنازير دي محرمه عند اليهود، فحاسس برضو ان هو كده يعني مش بيراضي ابوه، لو ابوه عرف كمان هتبقى كارثه يعني هيعر ابوه قوي. وبعدين
كانت الحيوانات دي نجسة لأنها ترتبط بالإيه؟ بالقاذورات والموجودة، فكانت تشير إلى إيه؟ إلى النجاسة يعني. ده طبعا يبين قد إيه شدة الذل الإنسان ده عاش فيه. هكذا الشيطان يعمل إيه؟ ما يستناش على الإنسان أو يكتفي إنه يبعد عن ربنا في شيء صغير، لا ده عاوز يوصل لأصعب ما يمكن أن يكون، أصعب ما يمكن أن يكون. والتصق بواحد من أهل تلك الكورة، الشيطان عاوزنا يلزق فيه هو، لكن الإنسان بتاع ربنا إيه؟ يلزق في مين؟ في ربنا. أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب وأن أجعل عليه اتكال. إيه بقى مدى استجابة كل واحد لفكرة الشيطان؟ الشيطان بيمشي معايا لحد فين؟ في واحد من أول فكرة كده يعمل إيه؟ يقطع، يحط فاصل، يقول لا رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء. في واحد تاني لا ياخد ويدي مع الأفكار دي لحد لما يغرق بالأفكار دي ولسه مش عارف يخرج، والشيطان بقى ينتهز الفرصة، عمال يركب تركيبات في ذهنه، يقول لك فلان عمل فلان عمل، بص رد ازاي، بص قال ايه، بص عمل ايه، والإنسان عمال يتسحب من غير ما ياخد باله. فيعمل ايه؟ يذل الإنسان ويأسر الإنسان باستمرار. الإنسان مش عارف يعيش في سلام، كل شوية فاكر نفسه هو اللي بيحمي الدنيا كلها، هو اللي عارف يسيطر، هو عارف يرتب كل أموره وحياته وهكذا. كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلم يعطيه أحد. يعني وصل لمستوى الجوع أنه ممكن يأكل أكل الخنازير نفسه، أكل الخنازير نفسه، لأنه هيموت لو ما أكلش هيموت. هكذا انشغل من الابن الضال، نسي ان الشبع فين؟ الشبع عند ربنا، عند بيت ابوه. في النهايه هيكتشف ان الشبع هو شبع لايه؟ طوبى للجياع والعطاش الى البر، لانهم يشبعون، اللقمه امرها سهل تعدي باي شكل. لكن الشبع هو فين؟ الشبع اللي مع ربنا هو الاهم. ولم يجد ما يشبعه. يفكرني بالمراه السامريه، فاكرين المراه السامريه في يوحنا 4، لما المرأة السامرية قالت للمسيح كده، قالت له ليس لي زوج، أنا ما فيش حاجة مشبعاني. قال لها لا صح عندك حق، كان لك سبعة أزواج والذي معك الآن ليس بزوج. سبعة أزواج يعني عشتي مع سبع رجالة بحسب ذهنك وفكرك، وكل واحد من ده ما ارتحتيش معاه، لأن أنت دماغك فين؟ في اتجاه تاني. بدليل ان حتى في الاخر قلت مش مهم يكون زوج او مش زوج، اعيش معاه باي شكل وخلاص. فالخطيه عملت ايه؟ اذلت الانسان الى ادنى مستوى. وبعدين يقول لك كان يشتهي الخرنوب. الخرنوب ده عباره عن ايه؟ عباره عن نبات كده اجوف، زي العيدان كده او القرون يعني، يبقى طوله حوالي مثلا 20 30 سنتي، فبالتالي مش ما يشبعش، يفضل بس كده يوهم ان هو بياكل وخلاص يعني. ودي كانوا ياخدوها كده من الاشجار يدوها لحيوانات، على ما يجي لهم بقى اي زباله ولا بواقي اكل ولا حاجه يقعدوا ياكلوا فيها يعني. فلم يعطيه احد، حتى اكل الخنازير ما حدش اشفق عليه ان هو يديله من اكل الخنازير دي. يتأمل الآباء في الحتة دي، يقول لك الابن الصغير ده يمثل آدم، آدم اللي حب إن هو يستقل بعيد عن الله. يبنى فاكرين الشيطان لما قال حي، لما قالت إيه لحواء، حواء قالت لآدم قالها إيه؟ تصيران مثل الله. حلو قوي، يبقى أنا زيه راسي براسي، يبقى أنا استقل إيه؟ بعيد عن ربنا. والابن الصغير ده تجاوزا يعني، يقول لك كانه كان من ضمن الايه؟ المخلوقات السماويه اللي ربنا خلقها، واراد ان يحط نفسه زي ربنا او يتاله يعني، راسي براس ربنا، تصيرانا مثل العلي. فبالتالي عاوز اقول لنفسي ان انا انفصل تماما عن الله، واقول زيه راسي براسه يعني. زي ما دلوقتي بنسمع حاجات في منتهى الغرابه. شوفوا الإنسان عايز يستقل عن ربنا إزاي ويتخلى عن بنوته لربنا بمنتهى البساطة. ظاهرة انتشرت بره من فترة كده، كان حد من الآباء بره قال لنا عليها يعني، إن الإنسان بدأ يعني بعض الناس بدأت تحاول تشبه نفسها بالحيوانات. يعني واحد يقول لك أنا هعيش ككلب مش هعيش كإنسان،
ويعيش كده فعلا، يلبس لبس كده كلب ويمشي في الارض كده بايديه ورجليه، وياكل في طبق على الارض، ويخرج بسلسله مع صح مع اي حد من البيت وهكذا. واحد تاني يقول لك لا هعيش كقطه، هعيش مش عارف كايه وهكذا. فقالوا دي ظاهرة غريبة قوي يعني، لكنها مع الوقت بدأت تنتشر بشكل خرافي يعني بر. وبعدين بدأت توصل حتى لأوروبا في الفترات الأخيرة دي. مش بس كده، قريت في مرة كمان إن من كتر ما بقى ليها مكانة يعني بدأوا يعملوا محلات بيع مستلزمات ليهم. وأغرب من كده كمان، يحطوا ليهم مدربين يوفروا ليهم أكل بنفس الطريقة، يعني أكل بقى بدل مين كلاب غيره بنفس الطريقة، ويعملوا ليهم مسابقات على مستوى أوروبا وغيره، مين بقى أكتر واحد بيعرف يهوى كويس وشكله حلو وهكذا، ويدوا له مسابقات زي ما بيعملوا مع الكلاب العادية وهكذا. شوفوا قد إيه الشيطان يستدر الإنسان عشان يفقده بنوته ويزيده إلى أبعد الحدود. أساسها إيه؟ كل واحد من ده شايف نفسه أنا كده بكسب أكتر، أنا كده بكسب أكتر. واحدة كده بتقول أنا بكسب في اليوم 100,000 دولار، يا بعدين يعني إيه الاستفادة في الآخر؟ فالشيطان يفضل يستدرك في الإنسان بلذة الشهوة دي عشان يقوده إلى إيه؟ إلى الهلاك. يبقى يحتاج ولا يجد، يحتاج ولا يجد. طب النتيجة بقى إيه؟ إيه اللي يحصل؟ يقول لك فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. رجع إلى نفسه. هنا بقى يبان بقى معلمنا لوقا يحكي كده أو يسرد يعني على لسان ربنا يسوع قد إيه التوبة دي جميلة قوي وعظيمة جدا. إمتى؟ لما الإنسان يفوق، لما يكتشف حقيقة نفسه، لما يحس قد ايه هو ليه مكانة غالية قوي عند ربنا. سر قوة الابن الضال ده، عشان كده ايه يرجع من ابن الضال نسميه احنا بقى الايه ابن الايه شاطر، لانه شاطر. ليه؟ ليه شاطر؟ لانه رجع لنفسه، اكتشف نتائج الخطية. خطية عملت ايه معاه؟ زلته، كاد ان يهلك، كاد ان يهلك جوعا. فكل ما يبعد عن ربنا كل ما ايه بدأ يحس إن مالوش أي قيمة، حتى أكل الخنازير مش طايله. فبدأ يقارن نفسه، ورجع لنفسه إزاي؟ بدأ يقارن، هو أنا لما كنت ابن كنت في مستوى العبد ده، أنا كان عندي عبيد، كان من أجير عند أبي، هو أنا حالي كعبد زي حالي كإنسان حر؟ طب ده أنا دلوقتي مستعبد في الشغل بإهانة، طب وأنا حر في بيت أبويا؟ ما كنتش بهذا المستوى المتدني. الخوف والاضطراب والقلق من بكره والمستقبل والذل اللي انا موجود فيه، كل الكلام ده ما كانش موجود وانا فين؟ جوه بيت ابويا، كان في سلام وفي فرح، في تسليم، في رعايه موجوده باستمرار. عمري ما كنت انام واصحى وابقى شايل هم اليوم اللي بعد كده هيمشي ازاي. اكتشف قد ايه ان ابوه ده طيب قوي. ايه ده؟ هو انا ايه اللي عملته ده؟ معقول اروح اقول له اورثك بالحي يقول لي حاضر، يقول لك خد يا حبيبي اللي انت عاوزه؟ رغم صعوبة الطلب اللي انا طلبته لكنه لم يرفض. طب ليه ما رفضش؟ عشان سايب لي كامل حريتي اللي انا بنفسي ايه بضيعها، اللي انا بنفسي بضيعها. يعني بدا يقارن ما بين المجد اللي موجود في بيت ابوه، بدا يتحسر في قلبه، قال ياه معقول الواحد ممكن ترجع ليه الفرحة دي مرة تانية؟ المكانة اللي كنت عايش فيها دي هل ينفع ترجع لي تاني؟ هكذا الإنسان لما يبدأ يفكر ويبدأ يرجع يتوب. ساعات الواحد يحط في ذهنه يقول له كده أنا نفسي أجي كنيسة وأحضر زي زمان وأعمل حاجات كتيرة وأخدم وحاجات كتيرة أوي زي كده، وبعدين تبقى الدنيا لهياء وشغلاه. واحد مرة قال لي بس يا ابونا أول لما أطلع معاش هاجي أخدم معاكم. القصة مش أول لما أطلع معاش، القصة طول وقتك طول حياتك. ساعات نفتقد ناس في بيتي يقولوا زمان أنا كنت بخدم، ولما كنت بسلم وبعمل، ولما بعد ما اتجوزت شوية وبعد كده انشغلت وعملت. طب الفترة دي كلها ما عندكش اشتياق ترجع تاني مرة تانية؟ فرجع إلى نفسه، فرجع إلى نفسه. ما عندكش اشتياق تدوق الطعام الروحي مرة تانية بدل العيش اللي الواحد عايش فيه وغرقان في هموم الدنيا والقصة بتاعتها كلها؟ كم من أجير عند أبي
يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أبويا ده غني قوي، ده غني قوي، ده حتى مع الغنم مع الخدم اللي عنده بيديهم بفيض، ما فيش حد فيهم بيمشي إلا وشبعان. فمكانتي أنا كابن ليها مكانة أعلى بكتير قوي كعبد. ده إذا كان العبد أو الخدم اللي عند بيت أبويا بياخدوا كل ده، طب أنا بقى الابن صاحب البيت، المفروض أبويا ده هو أن يديني إيه أو إيه اللي يكون لي عند أبويا؟ كم من أجير. إزاي الإنسان لما بيجي يرجع لربنا، ودي بنشوفها كتير قوي لما واحد يبدأ يرتبط بكنيسة، بالذات لما كان بعد فترة طويلة أو بعيد، يرجع بنهم. عارفين يعني يرجع بنهم؟ عاوز يعمل حاجات كتير قوي، عاوز يجري هنا ويخدم هنا ويصلي هنا ويعمل هنا، واحنا نفرمله شويه نقول له بس ايه بشويش، هي مش القصه تجري تخدم كتير وتنسى ايه، تنسى اللي جوه، لالا تكون الخدمه بالنسبه لك شهوه زي شهوه العيش المسرف اللي كان عايش فيه ابن الضال. لا، اقعد مع نفسك وصلي وشوف انت بتتغير وسط دون ولا لا، قلبك بيتحرك ناحيه ربنا اكتر ولا هي مجرد مشغوليه شكليه وخلاص. ساعات الواحد يخش كده فيقع في الفخ ده، ينشغل وقته كله مشغول النهار، وبعدين هو فين؟ هو مش موجود خالص، مش موجود خالص. كم من أجير، كم من أجير عند أبي يشبع روحيا وأنا هنا أهلك جوعا. ده اللي حرك إيه؟ حرك نفسه للتوبة وعاوز يرجع لربنا ويرجع لبنوته تاني للكنيسة. أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، لست مستحقا أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراءك. كل ده إيه؟ هو قاعد يفكر لسه. أقوم وأذهب، أقوم هنا معناها أقوم منين بقى؟ من الموت اللي أنا قاعد فيه ده كله. كلمة قيامة دي معناها قيامة من إيه؟ من الموت، لأن أجرة الخطية هي موت. أهم قرار الإنسان يطلع به بعد رجوع إلى نفسه هو أن يعمل إيه؟ ياخد خطوة إيجابية. ساعات الواحد يقعد يفكر ويكتئب ويقعد يتحسر، ما ياخدش خطوة لقدام. لكن الابن ده كان إيه؟ كان شاطر، قال أقوم وإيه؟ أقوم وأذهب إلى أبي. بعد ما عرف حقيقة نفسه، قيمة هذا الإنسان قيمته إيه؟ قيمة هذا الإنسان إيه؟ لا، كمل هذا القرار بعمل إيجابي، قال أقوم وأرجع بقى، بما إن بقى في حاجة حركتني، في حاجة فكرتني بخطية، أقوم بسرعة أقدم وتوب عنها وأعترف. فاكر مرة كنت نازل أصلي القداس الأولاني، وبعدين قلت الخمس أو سبع دقايق بتوع القداس دول اللي فيهم عظة، ساعات بيبقى الوقت صغير قوي فالواحد يبقى مش لاحق يصلي ولا يقول عظة، فكانت فكرة كده شغلاني وأنا نازل من البيت للكنيسة يعني. وبعدين في اليوم ده شوفوا بقى عمل ربنا العجيب يعني، فقلت كلمة كده خمس أو سبع دقايق وبعدين واقف، فبقول يبقى إنسان عاوز يرجع يقدم توبة فينتهز الفرصة أن ربنا يكشف ليه العيش المسرف اللي هو كان عايش فيه عشان يوم يرجع لأبوه مرة تانية ويتوب. وبعد شوية خلصت القداس لقيت حد على قال لي أبونا ممكن أعترف؟ قلت له تعالى. فبيقول لي أبونا قدسك تعرفني منين؟ قلت له ما أعرفكش، انت حتى شكلك مش منطقة هنا. قال لي لا، ده انا شغلي قريب بس انا باجي احضر القداس هنا عشان قريب من الشغل. قلت له طب ايه المشكلة؟ قال لي انت طول العزة عمال تتكلم عليا، عمال تتكلم على خطية تعباني بقى لها 7-8 سنين، وكل مرة اقول اروح لابويا اقولها له طب اعترافي، اقول لا مش المرة دي، المرة الجاية هيقول عليا ايه، هيعمل ايه؟ وانت النهاردة طول اليوم عمال تأكد على القصة دي وعمال تشاور عليا، عمال تشاور عليا. انا طبعا يعني بتكلم عادي طبعا، فابتسمت وقلت له ده واضح ان ربنا عاوزك النهارده، يعني عاوزك. طالما رجعت الى نفسك ما توقفش، اعمل ايه؟ اقوم واذهب، اقوم واذهب الى ابي، قول له اخطات الى السماء وقدامك. السماء يعني ايه؟ الخطيه مش موجهه لربنا بس، ده كل الخليقه السماويه اولا طبعا لربنا وكل الخليقه السماويه. بقول له أخطيت إلى السماء وقدامك، لست مستحقا وضع لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراءك. أرجع بقى مرة تانية، أرجع مرة تانية أقول له أنا غير مستحق. أكتفي بكده ونكمل من عدد 18 المرة اللي جاية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.